السلام عليكم. وقف والي ولاية الجزائر العاصمة على مشروع محطة لمعالجة المياه المستعملة بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، وهذه المحطة اللي هي ضرورية جدا، لازم هذه المحطات نتاع المعالجة نتاع المياه المستعملة لازم تكون يعني من ناحية الحجم نتاعها والطاقة الاستيعابية نتاعها لازم تتماشى مع لا دوموند يعني، ومع التطور العمراني والانفجار في بعض المناطق فيه مش غير تطور، فيه يعني تنامي كبير نتاع نسبة السكان، وهذا يتطلب إنجاز محطات كثيرة لمعالجة المياه المستعملة لتفادي لا بوليسيون. لو كان نخلو المياه هذه تمشي برك راح دير لنا كوارث. إذا لابد من محطات جديدة وضخمة وكبيرة لمعالجة المياه المستعملة هذه، وإعادة استرجاعها في بعض الأحيان، استرجاعها في الميدان السقي نتاع السقي العمومي، يعني نحتاج المياه هذه في سقي الحدائق العمومية ولي بارك، فيها أمور كثيرة نحتاجها. إذا من يعني هذه المحطات نتاع معالجة المياه، إذا نسترجع المياه هذه شيء مفيد جدا. إذا لابد من إنجاز هكذا محطات في كل المجمعات السكنية الجديدة اللي تعرف انتشار كبير عبر ولاية الوطن وعبر حول المدن الكبرى. إذا خليكم تابعوا الفيديو هذا. إذا والسلام عليكم. Thank you.